خلينا نعدل الكاميرا. أيوة، بسم الله، معكم مهندس أحمد. في هذا الدرس حنشرح لكم رياضيات صف سابع من التعليم الأساسي أو صف أول إعدادي كيف نقوله بالضبط. ففي هذا الدرس حنشرح لكم مادة الرياضيات، كيف قلنا رياضيات صف أول إعدادي أو صف السابع من التعليم الأساسي. كويس، أول درس في مادة الرياضيات صف أول إعدادي يقول لك، أول درس يقول لك الأعداد الكلية. خلينا نمثلكم الأعداد الكلية في خط الأعداد. خط الأعداد عبارة عن قيم موجبة وقيم سالبة، منتصفها الصفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، إلى ما ينتهي بالموجب. قيم سالبة ناقص واحد، ناقص اثنين، ناقص ثلاثة، ناقص أربعة، إلى ما لا نهاية. فهيك عبارة عن شنو؟ ما لا نهاية بالموجب، بينما هنا ما لا نهاية بالسالب. كويس، أنا بس متأكد من الكاميرا. هيك عدد الموجبة وهيك عدد السالبة، وهذا خط الأعداد. أنا ما مثلش في عدد الكلية، أنا بس نشرحكم خط الأعداد كيف شكلها. بينما الأعداد الكلية هي عبارة عن الأعداد اللي تبدأ من الصفر إلى ما لا نهاية بالموجب، يعني هذا بنمسها. الأعداد الكلية عبارة عن من الصفر إلى ما لا نهاية بالموجب. كويس، يعني صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إلى ما لا نهاية بالموجب. هذه عبارة عن شيء، عن الأعداد الكلية. كويس، في مثال يقول لك ارسم خط الأعداد ووضح عليه الأعداد الزوجية بين 10 و 24. يبيك ترسم خط الأعداد، ترسم خط أعداد زي هذا ووضع عليه الأعداد الزوجية. شو يقصد بيه الأعداد الزوجية؟ زي شنو الأعداد الزوجية؟ زي ال 2 4 6 8 10 إلى ما لا نهاية، 12 14 إلى ما لا نهاية. يعني هذا عدد زوجية، 2 عدد زوجي، 4 عدد زوجي، 6 عدد زوجي، 8 عدد زوجي، هذا كله يعتبر عدد زوجية. فهو شين قال لك؟ قال لك ارسم خط الأعداد. أول شيء نرسم خط الأعداد ووضع عليه الأعداد الزوجية بين 10 و24. من بين ال 10 ومن بين ال 24، شنو من بين ال 10 وال 20 وال 24؟ من بين ال 10 وال 24 هي 12 14 16 18 20 22، بينما ال 10 وال 24 لا تذكر، يعني ما يكتبوش. فنرسمه هنا قلنا شنو عبارة عن شيء؟ بين ال 10 وال 24 اللي هي 12 14 16 18 20 22. إذا هذه هي عبارة عن شنو؟ تقدر هي النهاية عادي. المهم هذه عبارة عن شنو؟ من هنا إلى هنا إجابة الحل بالكيفية هذه، من 12 لعند 22، 12 14 16 18 20 22، هذا كلهم الأعداد الواقعة بين 10 وبين 24. كويس. ثاني شيء، خلينا نشوف مثال بعده اللي هو وضح على خط على خلينا نقول سؤال قال لك وضح على خط الأعداد مجموعة الأعداد الفردية من 21 إلى 33. طيب احنا قلنا شنو؟ وضع على خط الأعداد مجموعة الأعداد الفردية. شنو هي مجموعة الأعداد الفردية؟ اللي هي 1 3 5 7 9 إلى ما لا نهاية، هذه أعداد فردية. بينما الزوجية إذا قال لك أعداد زوجية عبارة عن 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 وغيرها.
فاحنا لكن قلنا يبي العدد الفردي، فخلينا نحط تحت الخطة هي العدد الفردي يعني قلنا عبارة عن شيء 1 3 5 7 9 إلى ما لا نهاية. لكن في السؤال هذا قال لك من، مش زي السؤال اللي فات، السؤال اللي فات قال لك بين، معناها الأرقام ما ينذكروش، لكن من معناها من ضمنها، من ضمنها 21 إلى 33. فنرسم خط الأعداد، نرسمه هنا 21 لأن من ضمنها 23 25 27 29 31 و 33. تذكرهم ال 21 و 33 لأن قال لك من ضمنها. إذا هذه هي مجموعة، هذا هو خط الأعداد، الأعداد الفردية من 21 ل 33. كويس، ننتقل للتمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده ايش يقول؟ عين على خط الأعداد، عين على خط الأعداد مجموعة الأعداد الكلية اللي هي تو نشرحها فيها هي عند الكلية من ناحية من صفر إلى ما لا نهاية، كلية الأكبر من 2 وأصغر من 11. مجموعة عدد الكلية هي عبارة عن شيء، عبارة عن من صفر إلى ما لا نهاية. لكن قال لك وضح لك، قال لك أكبر من 2، شيء أكبر من 2؟ 3 أكبر من 2 وأصغر من 11، شيء أصغر من 11 اللي هي 10. معناها يعني بها من 3 لعند 10. نرسم خط أعداد هنا 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا أكبر من 2 هي 3 إلى أصغر من 11 اللي هي 10. وهذه هي مجموعة عدد الكلية، الأكبر من 2 هي 3 وأصغر من 11 هي 10. كويس، ننتقل للتمرين اللي بعده. الأعداد الصحيحة تو، الأعداد الصحيحة، الأعداد الصحيحة. الأعداد الصحيحة عبارة عن شيء، عبارة عن مجموعة الأعداد الموجبة والسالبة، يعني الموجب ما لا نهاية إلى سالب ما لا نهاية، اللي هي صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة إلى ما لا نهاية، والسالبة سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثة، سالب أربعة. طبعا سالب واحد أكبر من سالب اثنين، سالب اثنين أكبر من سالب ثلاثة، سالب ثلاثة أكبر من سالب أربعة. بينما هنا الأربعة أكبر من ثلاثة، ثلاثة أكبر من اثنين، اثنين أكبر من واحد، واحد أكبر من صفر. فهي عبارة عن شنو مجموعة الأعداد الصحيحة؟ هي عبارة عن الأعداد الموجبة والسالبة. كويس. فهذه عبارة عن شنو؟ عبارة عن مجموعة الأعداد الصحيحة السالبة، بينما هذه عبارة عن شنو؟ وين هي؟ بينما هذه مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة. كويس، تو ننتقل لأول تمرين. قال لك ارسم، ارسم خط الأعداد ووضح عليه مجموعة الأعداد الصحيحة بين، ركز على كلمة بين، بين معناها مش مضمونة من بين، يعني مش موجودة الأرقام اللي عندنا توا، من بينهم، ما بينهم، بين بين الفرض يعني زي ما يقول بين الاثنين والأربعة، شنو بيناتهم؟ بيناتهم ثلاثة، بين الاثنين والستة، شنو بيناتهم اثنين وستة؟ اللي هي ثلاثة وأربعة وخمسة، هذا ما بينهم يعني. بين قال لك ناقص 2 و4. كويس، فشنو يبي؟
ارسم خط اعداد، نرسم خط اعداد، وضع لي مجموعة عدد صحيحة. احنا قلنا مجموعة عدد صحيحة هي موجبة وسالبة. قال لك من بين ناقص 2 للأربعة، من بين ناقص 2 والأربعة، معناها شنين بين ناقص 2 والأربعة؟ اللي هي سالب 1، 0، 1، 2، 3. من بين طبعا هذه 4 وهذه سالب 2، لكن اللي بينهم بيناتهم اللي هي نكتب ناقص 2 هي وهي 4، اللي من بينهم شنو هو؟ اللي من بينهم ناقص 1 3، ناقص 1، 0، 1، 2، 3. كويس، مش عارف اخبط التابلت. كويس، نمسح السبورة وندير التمرين اللي بعده. نفس التمرين، ارسم خط الأعداد وضع عليه مجموعة أعداد صحيحة من ناقص 4، من هالمرة مش من بين، من يعني من ضمنها، ناقص 4 إلى 5. نرسم خط أعداد، طبعا أعداد صحيحة ركز عليها، لأن أعداد صحيحة في أعداد سالبة، أعداد صحيحة احنا قلنا عبارة عن موجبة وسالبة. من ناقص 4 إلى 5، إذا ناقص 4 ناقص 3، تمشي هيك من الصغير للكبير، ناقص 2 ناقص 1، 0، 1، 2، 3، 4، 5. إذا من ناقص 4 إلى 5، من ضمنهم من ناقص 4 إلى 5. كويس، ننتقل للتمرين اللي بعده اللي هو التجربة. أكبر من نت، هو قال لك أكبر من ناقص 5 وأصغر من 6. شنو هي الأكبر من ناقص 5؟ اللي هي عبارة عن شنو؟ ناقص 4. وشنو الأصغر من 6؟ اللي هي عبارة عن 5. إذا من ناقص 4 يبقى لعند 5، بإمكاني نقول ارسم خط الأعداد وضع عليه مجموعة الأعداد الصحيحة من ناقص 4 إلى 5. هي نفسها نفس الكلام، كأنها قال لك أكبر من ناقص 5 وأصغر من 6. نرسم خط أعداد ونرسم من ناقص 4 ولا ناقص 3، ناقص 2، ناقص 1، 0، 1، 2، 3، 4، 5. إذا من أو أكبر من ناقص 5، شيء أكبر من ناقص 5 اللي هي عبارة عن ناقص 4. إذا من أكبر من ناقص 5 وأصغر من 6، إذا من هنا لعند هنا اللي هي من ناقص 4 ل 5. وهيك يعني شرحت لكم أول تمارين لعند تمرين 4. بإذن الله حنشرح لكم في الدرس القادم تكملة لهذا الدرس، طبعا درس طويل شوية لكن سهل سهل جدا. تابع معي شرح بإذن الله حتستفيد. لا تنسى الضغط على زر سبسكرايب، لايك، كومنت اللي هو تعليق لدعمي. وشكرا جزيلا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.